وفي النهار لا أحد يفتقدني، أما في الليل لا أضمن متى يطلبني الملك. رغم أن محاولتكم الفاشلة بقتل ابنه أبعدته عني وصرت بالكاد أراه. لا عليك، أخبريني بما جئت من أجله قبل أن يطول غيابك وتثيرين الشكوك. اسمعوني جيدا، ما عدت أطيق الانتظار وأنا ألاطف عدوي وأسامره، إما تسارع بالإقضاض عليه وأقتله أنا بنفسي. لا تكوني حمقاء، قتله يجب أن يكون مع اقتحامنا القصر واستلامنا الحكم، وإلا كنا قتلناه من قبل. تلك غايتكم، فأنتم تبحثون عن ملك اغتصب منكم، أما أنا فلا غاية لي سوى قتله والثأر لأهلي. لا تدعي ثأرك يعمي عينيك، لأنك إن حاولت قتله وفشلت ستدمرين كل شيء، ولن تحصلي حتى على الثأر الذي أضعت كل شيء في سبيل تحقيقه. وإلى متى سأصبر؟ قلتها بنفسك، لا سبيل لنا بدخول القصر بعد أن شددوا الحراسة والعيون، ولكن إن خرج من قصره بات كل شيء ممكنا. وكيف سيخرج من قصره ويعلم بكثرة المتربصين به؟ جدي طريقة تدفعينه للخروج ونحن نتكفل بالباقي، ولكن احرصي على أن يكون ابنه معه. سأفعل، ولكن إياكم أن تفشلوا كما فشلت مع ابنه من قبل. وتذكروا، لا أحد يقتل الملكة سواي. غريب أمرك يا إدريس، فلطالما دفعت عنها في مجلسي أكثر من مرة، فما الذي شجد من أمور لتبدل قولك فيها؟ كنت كالناس جميعا أظنها تقية صالحة لا صلة لها بالسحر، ولكن زوجتي الأولى قتلها الله، ذهبت إليها لتكتب لي سحرا كي لا أعشق غيرها من النساء فتنفرد بي دون غيرها. لتنفرد بك دون غيرها، أم خوفا من أن تطلقها بعد أن هجرتها سنين؟ ليس هذا هو المهم يا مولاي، المهم تلك الساحرة، فلولا خادمي نعمان الصادق الأمين ما عرفت بأمرها. أجل يا سيدي. أجل يا سيدي، هي ساحرة وتسحر ويجب محاسبتها، ولكن خادمتها الجميلة لا شأن لها بها يا سيدي، هي مظلومة يا سيدي. وماذا تقترح علينا بشأنها؟ نقطع رأسها مثلا، أم نسجنها، أم نتركها لأبي المكارم ليحاكمها على الملأ أمام الناس؟ الأمر عائد إليك يا مولاي، ولكن إن فعلت ذلك دون بينة عليها فربما يستاء منك الناس، فهم مخدوعون بها ويقدرونها كثيرا. وكيف نقيم عليها البينة وقد عيينا بشأنها من قبل؟ لا تكفي شهادتي؟ لا أظن أبو المكارم يقبل شهادتك، فشيخه لم يقبلها من قبل. ونتركها دون عقاب؟ دع أمرها لي، وأنا سأجد وسيلة ما لكشفها. كما يشاء مولاي، بإذنك يا مولاي بإذنك. لكن جاريتها بريئة يا ش ش ش بإذنك يا مولاي. ها، ما رأيك يا صلاح الدين فيما سمعت؟ وإن كان إدريس لا يؤخذ بكلامه ومشكوك بدوافعه،
إلا أنه أصاب هذه المرة. أنا أعلم أنه ليس بصادق، فكلنا يعلم أنه ما فتئ يطلبها للزواج أكثر من مرة وهي ترفضه، فربما وبخته بشدة هذه المرة فأراد الانتقام منها. ربما، ومع هذا لابد لنا من وضع حد لها، فأمرها يستفحل، وأخشى أن تصبح معضلة يستعصى حلها إن سكتنا عليها أكثر من هذا. وما الحل إذن؟ وإدريس رغم غبائه نطق بالحق، فلا بينة عليها ولا شاهد، فكم من مرة اقتحمنا بيتها وبحثنا فيه فلم نعثر على شيء يدينها. لما لا تسلم أمرها إلى القاضي وهو سيجد الوسيلة الناجعة معها؟ لا لا لا، من دون بينة سيعجز عنها، فيزداد موقفنا وهنا ويزداد موقفها قوة أمام الناس. وماذا أنت فاعل بها؟ سأبعث في طلبها وآتي بها إلى هنا، فإما أن أكشفها بزلة لسان أو نخوفها، فإما أن تفر بنفسها أو على الأقل تتعظ وترتدع. نعم الرأي يا مولاي، وبهذا أيضا سيشعر الناس أنك ناقم عليها فيهون أمرها عندهم وينفضون من حولها. مقصود الملك فريدريك بالباب يا سيدي. صلاح الدين، أرسل من يحضرها لي في الحال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي جبير، لم أعتد منك أن تقرع الباب. لأنك لا تملكين الكثير من الوقت. ما الذي تعنيه؟ السيدة تريدك في مهمة استثنائية، وسيكون أجرك فيها استثنائيا أيضا. أيتعلق الأمر بعبير زوجة صلاح الدين؟ بل الملك.